الطوموبيله وكيمشي كيزيد، راه الليل غادي كارت غريز، ممكن ديك كارت غريز راه الا طاحت في تشد شي واحد مثلا نصاب في شي واحد مثلا مخلويض، راه غيديها راه غيدير ليها طوموبيله اخرى. راه سهله الكارت غريز، راه الكارت غريز اوريجينال اللي عنده، عنده كارت غريز اوريجينال، راه غيديها ويطبع النوامر ديال الكارت، ديك الكارت غريز في شي طوموبيله ويبدا يتمشى بها. مثلا عندك انت داسيا لوغان، غيمشي غيقلب على شي داسيا لوغان. السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. فيديو ان شاء الله جديد اليوم، كما قلت لكم الا بغيتي تعرفوا ديما الجديد ديالي، انستغرام ديالي ديما كنحط فيه الجديد، هذا هو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو اللي واعر بزاف، وكما كندير ديما ملي كيتصلوا بيا الناس بزاف على شي موضوع كنحاول ما كنحط داك الموضوع، كنقول هذا غنهضر على هذا الموضوع هذا، علاش لا، هذا هو. وسبحان الله العظيم كنحس براسي ملي كيتصلوا بيا الناس بزاف وكيسولوا على هاد المسائل هادو وهاد المشاكل، اللي كيتصل بك شي واحد كتقول لي الا عارفها، كتقول لي راه عرفتها، غنقول اشنو كاين اشنو كاين، الا ما عرفتيهاش كنقول لي شوف خلي لي شويه ديال الوقت راه غنجاوبك. وانت كتمشي كتسول كتبحث كتسول الناس اللي كتعرف والناس اللي عندهم تجربه اكثر منك. هذا هو الموضوع ديال اليوم. وملي كتجلى لك مثلا كارت غريز خلا كوبي رايت، ملي كتجلى لكم اما كارت غريز اما الورق ديال الطوموبيل، اما الكارت غريز هي اللي صعيبه، ولا لاسورانس ماشي مشكل، الا خاصك لاسورانس مثلا انت ناقص عندك جلات لك لاسورانس راه غتمشي عند لاسورانس يعطيو لك وحده اخرى، راه ضروري عندك مشكل، حيت غير يدخلوا للدوسي هذا دير لهم الكارت غريز يلقاو انه انت راه مسيوري عندهم، راه كيجبدوا لك ورقه اخرى بمعنى راه جلات لك لاسورانس لا فيزيت، ماشي مشكل حتى هي راه غيعطيو لك لا فيزيت. سميتها الضريبه راه كتجبدها حتى هي، الا خلصت الضريبه مثلا راه كيكون عندك فين غتجبدي فين غتجبد الضريبه، بمعنى هاد الورق كامل ساهلين. ولكن الا جلات لك الكارت غريز هي الصعيبه، الكارت غريز هي المشكل وفيها ما يتقال. ملي كتجي لك الكارت غريز راه خصك ترد البال، والحاجه الاولى شحال من واحد كيقول لك جات لي الكارت غريز ما عرفتش شنو غندير، وكاين اللي كتلقاه يلاه شرا الطوموبيل مازال عنده غير الوكاله ولا عنده غير الكارتون وكتجلى ليه الكارت غريز، بمعنى اش غيدير، راه مشكله. هذا هو بمعنى جاتك الكارت غريز مباشره خصك تمشي ودير ديكلاراسيون ديالك عند البوليس ضروري، والديكلاراسيون راه كديرو وخصك تصبر، ما غاديش يعطيوك الديكلاراسيون في البلاصه، كغير ديك كتعمر واحد الفورميلي وكتجيبو من المكتبه ديال بيرت ديال الضياع، كتمشي كتعمرو كدير تما عند البوليس، حتى هو راه خصك تكيليزي، راه ضروري خصك تكيليزي في المقاطعه، وكتعطيه ليهم وكتسنى 48 ساعه. علاش 48 ساعه كتسنى؟ حيت ممكن دوك الكارت غريز ديالك مثلا يلقى شي واحد ويديها ليهم ديال البوليس يقول لهم راه لقيت واحد الكارت غريز مثلا، ممكن غتمشي تقول لهم راه يقول لك بلاتي ربما كاينه انا، بما ان داكشي علاش كيتسناو 48 ساعه. عفوا واحد القضيه اخرى اللي قليل اللي كيعرفها، هي انه راه كاين واحد المكتب سميتو مكتب ولا بيرو ديال الضائعات، البيرو ملي كتضيع لك اي حاجه راه كاين الناس، كاينين الناس اللي كيلقى اي حاجه كيقول لك فين غنديها، كنديها لابوز البوليس، وهذا المكتب ديال الضائعات كيكون في بوز ديال البوليس، وكيكون بزاف كيكون في البلاصه اللي كيكونوا فيها طاكسيات، ملي فين كيعمروا تما كيكون شي مكتب ديال الضائعات، كل مدينه وكل بلاصه فين كاين هذا المكتب، هذا مكتب الضائعات، بمعنى ملي كتضيع شي حاجه كاين اللي كتضيع ليه التليفون، كاين اللي كتضيع ليه مثلا المصطام كله، اشنو كيقول هذا شحال من واحد كيقول هذا الشيء، هذا كيقول لك ما خصني ديتها للبوليس، لقيت واحد البصطام وهما كاين ذاك المكتب كيحطوا فيه، انت ملي كتجي خصك تمشي هو الاول ما دير والو، دير غير الديكلاراسيون هو الاول، دير الديكلاراسيون وكتاخذهم في يدي وكتمشي كتقلب، وقبل ما تسمو كتسول في ذاك المكتب ديال الضائعات، ما تعرف شي واحد شي محسن شي واحد غيدي لك ذاك غيدي ديك الامانه ديالك ويحطها لهم تما، وغتمشي غتلقاها بلا ما تضرب عليها تما، راه ليا الا ما لقيتيهاش تما، وانت الكارت غريز ديالك راه ضروريه خصك تاخذها. هذا هو بمعنى راه كتمشي كدير كما قلت لك كتجمع الوراق. واحد القضيه اخرى بغيت نشير ليها، ديروها اللي عنده الطوموبيل يحاول ما امكن يديرها، واخا الناس ما كيديروهاش قليل اللي كيديرها، هي فوتوكوبي الكارت غريز، فوتوكوبي لا فيزيت، فوتوكوبي لاسورونس، وفوتوكوبي الضريبه، هادو كامل حاول ما امكن ديرهم ودير لهم في واحد الجوا ولحهم في الدار، نساهم
حيت راه تما فين كاين شويه ديال الخدمه ملي كتبغي تجيب ديك الوراق سيل هذا كيديك هذا لا جيب هذه وداك الشيء كامل سهل، ولكن ملي كيكون عندك انت فوتوكوبي مباشره وخاصه الكارت غريز ملي كتخصك الكارت غريز خصك كيقول لك جيب لنا فوتوكوبي، ولكن الفوتوكوبي ديال الكارت غريز ياك الا بغيتها فين غتجيبها؟ راه كاين اللي كيقول لك ما عنديش انا الفوتوكوبي، عرفتي فين غتجيبها؟ في لاسورانس. لاسورانس ملي كتبغي تمشي ملي كتبغي تسوري راه كيديروا لك فوتوكوبي ديال الكارت غريز، كيديروا لك فوتوكوبي كلشي. بما ان ديك الفوتوكوبي ديال الكارت غريز الا بغيتها سير لاسورانس ديالك راه غتجبدها، جلات الكارت غريز راه عندك واحد الدوسي كتعمرو ياك داك الكارتون كتعمرو كديه وكديه مع داك داك ديكلاراسيون دو بير ديال البوليس، راه كديه معك ضروري حتى هو ودير لي فوتوكوبي خليه عندك و كتجمع الدوسي وكتمشي كتخلص واحد 420 درهم حتى هي في دار الضريبه. عاد ودابا راه كلشي كاين في دابا داروا كاين التسهيلات، كلشي كتخلصوا تما، كلشي كتخلصوا في التسهيلات. كتمشي كتقول لي راه تجلات لي كارت غريز راه غيعجم لك واحد الدوسي وكيجمع لك داك الكارتون كيدير فيه بان راه ضاعت لك البلاصه فين كت ضاعت لك كارت غريز وكيجمع لك داك الدوسي ديالو وداك داك الشيء اللي خلصتي واحد 420 درهم حتى هي كتخلصها ياك بحال بغيتي دير التجديد، بحال بغيتي دير التجديد ديال الكارت غريز انت راه ضاعت لك الكارت كتمشي كتدفع وكتسنى، ولكن كتجمع مع داك ديكلاراسيون دو بيرت ديكلاراسيون ديال البوليس وكتجمع مع الدوسي كتمشي كتدفعو في السيرفيس ديميل وكتخرج لك وكتسنى 20 يوم 15 يوم 20 يوم وكتخرج لك الكارت غريز ديالك. هذا هو ولكن اللي لقى الكارت غريز تما فين كاينه الخدمه، بمعنى كونوا على بال حاولوا ما امكن تنتبهوا الوراق ديالكم. كاين اللي كيخلي لك الوراق، كاين اللي كيخلي الوراق في الطوموبيله وكيمشي كيزيد، راه اللي لقى ديك الكارت غريز ممكن ديك الكارت غريز راه الا طاحت في يد شي واحد مثلا نصاب في يد شي واحد مثلا مخلويض راه غيديها راه غيدير ليها طوموبيله اخرى، راه سهله. الكارت غريز راه الكارت غريز اوريجينال اللي عنده كارت غريز اوريجينال راه غيديها ويطبع النوامر ديال الكارت ديك الكارت غريز شي طوموبيله ويبدا يتمشى بها. مثلا عندك انت داسيا لوغان غيمشي غيقلب على شي داسيا لوغان يحيد لها النوامر ويدير لها النوامر ديال ديك الكارت اللي عنده وكيتمشى بها وكيخلص لاسورانس كلشي ولا فيزيت كلشي كتقاد كلشي كيدوز. بمعنى ردوا البال للوراق ديالكم، هذا هو غير الفكره كي اشنو غدير الا ضاعت لك الكارت غريز هو هكا، وانه غتجمع داك الدوسي غتمشي للتسهيلات راه ساهل غتقول لي جات لي الكارت غريز غيجمع لك الدوسي ديالك غتخلص 420 غتمشي غتدي داك الشيء داك الدوسي سيرفيس ديميل وغتدفع الدوسي وتسنى واحد 20 يوم شهر وغتخرج لك الكارت غريز ديالك. هذا هو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، مره كنعطيكم معلومات زوينين حتى نتوما ما تدخلوش علينا. هذا هو، السلام عليكم.